ونبقى في الملف السوري، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن الحرب الدائرة في سوريا منذ ما يقارب الخمس سنوات جعلت 14 مليون سوري بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة. احتلت سوريا للسنة الثانية على التوالي المركز الأول للائحة البلدان الأكثر تصديراً للاجئين إلى العالم، حسب ما أفادت مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا، حيث أن أكثر من 10 ملايين شخص تركوا منازلهم بسبب الصراع الدائر منذ 5 سنوات بين نازح ولاجئ. بالنسبة للنازحين قصراً داخل سوريا، 6.5 مليون إنسان غادروا منازلهم في كافة المحافظات السورية. بالنسبة للمحتاجين إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا فقد بلغ الرقم 13.5 مليون إنسان. أما في النازحين اللاجئين إلى دول الجوار فهم ما يقارب 4.2 مليون سوري. حسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين UNHCR الصادر في الشهر السادس من هذا العام، فسوريا البلد الأكبر بالنسبة لعدد اللاجئين التي تم تصديرهم، فأيضا هي الدولة الأكبر من ناحية عدد النازحين داخليا. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أطلقت حملتها لفصل الشتاء الخامس الذي يمر على سوريا في ظل الحرب، مستهدفة حوالي 750 ألف شخص في معظم المناطق السورية عدا الرقة ودير الزور لصعوبة الوصول إليهما بسبب سيطرة التنظيمات المتشددة عليهما. وشملت المساعدات التي وصلت خلال هذه السنة إلى حوالي 3 ملايين مدني، بينما لا يزال هناك 9 ملايين بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة. داخل سوريا خصصنا 16 مليون دولار من أجل ما نسميه بالمساعدات الشتوية، التي تشمل بالإضافة لما تقدمه دائما المفوضية، بالإضافة لذلك هناك ملابس شتوية، ولكن أيضا الاحتياجات والأرقام تزداد، واحتياجات المجتمعات المضيفة لهؤلاء النازحين والنازحين أنفسهم، فهم بحاجة أيضا لتنمية، لتطوير مهارات، لصقل مهاراتهم. تعد الأزمة السورية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شهد هذا العام زيادة عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية، فهناك حسب مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا أكثر من 14 مليون سوري بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة.